الحلقة 72 من مسلسل وسط البلد بتبدأ بحمدي وبتبدأ بفضل وسميحة وخالد، وبيتكلمهم على انه جات له فرصة كبيرة في شغل جديد في شركة عقارية كبيرة، وابا بابا بيقول له ربنا يوفقك ومنعم، بيقعد مع عمرو، وعمرو قلقان من المحكمة قال له روق ان شاء الله خير وما تقلقش وان شاء الله خير. حمدي راح لوالدته نادي اخيرا وبس ايديها وحكيت له على كل حاجه واللي حصل مع ناجي، وانه شهد عليها زور، وانها بتدافع عن شرفها وقتلت الراجل التاني، ويصدقها وحضنها وقال لها انا ما صدقت لقيتك ومش عايزك تغيب عني لحظه واحده. قالت له لازم نروح لناجي عشان نتكلم معاه، وقال لها وانا مش هسيبك وانا هفضل معاكي على طول. فضل وعمر وخالد رايحين المحكمة، وسميحة خايفة ولكن جدتهم بتقول لها ما تخافيش ان شاء الله يرجع منصورين انا متفائلة. ميسة بتقول لعمتها انا قلت الحمد لله على مامته، فزعلت منها عمتها وقالت لها ليه كده، النادي هتزعل كده، انا هتصل بيها اشوفها ايه اللي حصل في الخطوبة بتاع نادر. مامتها طبعا من ما كانتش هتنزل معاهم الخطوبة ورفضت، وهم كانوا بيلحقوا عليها ولكن رفضت تنزل تجيب معاهم الطلبات والحاجات بتاع الخطوبة. سميحة كانت قلقانة، وجت جدتهم بتقول لها ما تطمني وهيتصلوا بيك دلوقتي ان شاء الله، وفعلا فضل بيتصل وبيطمنها وبيقول لها الحمد لله. عمر خد براءة وبتطير طبعا سميحة من الفرحة وبتقول لها مش انا قلت لك ان شاء الله هيرجعوا منصورين، وفرحت وقالت الحمد لله ترجعوا ان شاء الله بالسلامة. سرية دخلت للدكتور كمال وبتهدده بتقول له انا عايز اشوفك قدامي على طول، وحكاية السفر دي اكيد لعبة، وقالت له انا عليا وعلى اداية وهطربق الدنيا عليك وعلى كل الناس لو فكرت في السفر، وهددته تهديد صريح ودربكت حياته كلها. حمدي بيقول لمامته انا اول مرة انام النوم ده كله، قالت له يلا نفطر عشان نروح نقابل ناجي عشان نعرف الحقيقة. عمرو بيقعد مع والده ووالدته بينصحه بأبوه بيقول له ارجع لربنا وما تنساش ان ربنا سترها عليك، ما ترجعش لأصحاب الوحشة دي والمخدرات تاني، وما تفتكرش ان ربنا ستر عليك بعد كده، ممكن انت لو مشيت في الطريق ده. والخطوبة مش راضي عنها جدتها وبتقول لها نادر ده ولد مش تمام علشان خلاكي فسختي الخطوبة بتاع بنت خالك ابن خالك ولف عليكي، وانا مش راضية عن الخطوبة دي. وقالت لها أنا مش هفرح ولا فرحتي هتكمل غير برضاكي. وأبو نادر رؤوف بيكلمها بيقول لها فين بقية الفلوس اللي نقطتلك الاحتياطي، قالت لها صرفناها كلها وأعطيت من عندي عشان نادر الست السنيورة طلبت منه حاجات وما يقدرش ما يجيبهاش وتنرفز رؤوف. وعمرو بيكلم جده وجده بينصحه بيقول له بلاش تغير بقى من نشاطك وترجع لربنا، اهم حاجة الفلوس. عمرو بيقول له نادر زعلان مع ابوه بيقول له انت بتصرف ليه وانا عايز افركش الخطوبة دي احنا فيها. ورؤوف زعل وقال له انت بتنفذ كل حاجة وهتقعد معاها ازاي في البيت وهتصرف عليك من دلوقتي مهلة تمشيك. كمال بيكلم مها وبيقول لها ايه اخبارك وايه ردك، قالت له لا انا اسفه مش هقدر اسافر واسيب اهلي وانت متسرع وانت انا سايبه لك القرار، قال لها انت بتخيرني من شغلي والسفر، قالت له لا احسبها زي ما انت بتحسبها، قال لها خلاص ماشي سلام انا هحسبها، وقفل مع مها. وناديه وحمدي راحوا للدكتور عشان يقابلوا ناجي، قال لها انت بس اللي هتقابليه، وفرحت طبعا علشان عايزه تاخد منه الاعتراف بالحقيقه. وفعلا دخلت نادية عند ناجي في الوقت اللي عمرو بيتصل بريم بيقول لها انا اتحبست، وقالت له خضتني انا بالسبب في الزنزانة دلوقتي، وقال لها لا ده انا بهزر انا خدت براءة، قالت له بلاش كده انت خضتني، قال لها لا ده انا بهزر معاكي. وطبعا نادية دخلت على ناجي وقالت له قول الحقيقة وانقذني، قول ان انا كنت بدافع عن شرفي وقول الحقيقة عشان ربنا يعفو عنك. وهو مش قادر يتكلم قالت له طلعت له ورقة وقلم وقالت له اكتب اللي انت مش قادر تقوله هنا، ومسكته القلم بالعافية وقعدت تضغط عليه وكتب كلمة حقك بس. بعد كده
القلم وقع منه، هي قعدت تضغط عليه وتزعق فيه، والدكتور دخل عليها وطردها، قال لها امشي وسيبي كده مش هينفع انت بتضغط عليه. وكان في حالة صعبة جدا ناجي. وخالد بيقول لبابا ان اتقبل في الانترفيو بتاع الشركة الكبيرة والمرتب هيبقى ضعف المرتب بتاع الشركة القديمة، وفرح بابا جدا. وبتنتهي المسلسل على مشهد الدكتور بيقول لها مش هتخش لناجي تاني. في الوقت الممرض بيقول له الحق ناجي يا دكتور، بيجروا كلهم وبيلاقوا ناجي انتحر. أو مشهد الختام ده وشكله عمل حاجة في نفسه. وإلى اللقاء في حلقات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.